بس عايزين بقى نتعامل مع ليست فيو. الليست فيو اللي هي دي اللي هي دي، عشان تتعامل مع ليست فيو ديت لازم تاخد حاجه اسمها array adapter. الاري ادابتر بتاخد حاجه من اري ليست. الاري ليست بتاخد من ليست. ايه بقى فكره الاري؟ حضرتك لما كنت بتعرف متغير كنت بتعرفه كده اي ان تي اكس ايكوال 0، صح؟ معنى كده الاكس شايله كام؟ زيرو. اهو معنى كده ان الاكس شايله زيرو، عمل كده اكس في الرام وشايله زيرو. لو قلت اكس ايكوال 90 معنى كده الاكس شايله، عمل ايه؟ راح مسح الزيرو وحط 90. يعني من الاخر عايز تقول ان المتغير العادي بيشيل 1 فاليو. المشكله الليست هنا بتشيل كام فاليو؟ كتير. ده من اسمها ليست، قايمه. خلاص من اسمها هو هيتحرق على من اسمها قايمه، صح ولا غلط؟ قال لك اللي يقدر يشيل اكتر من قيمه في نفس الوقت هو الاري. هي دي الاري، بس ليها قصه ثانيه، قصه ثانيه خالص، درس كبير كده هناخد من اول مره جايه. بس دلوقتي اسمها الاري دي بتشيل اكتر منين؟ من صف، اكتر من قيمه بمعنى صح. طيب عايزين نتعامل معاها. قال لك هو انت هنا انت قلت هتعرف اري ليه؟ ليست، صح ولا غلط؟ الاري ليست هتتملي في الشاشه دي ولا في الشاشه دي؟ في شاشة واحد ولا شاشة اتنين؟ هتتملي منين؟ وتتظهر؟ لا، هتتملي في شاشة واحد وتظهر شاشة اتنين، صح غلط؟ هو انت اسماء المواد والدرجة بتحطهم في شاشة واحد ولا اتنين؟ شاشة واحد. والليستة يبقى انت هتملى الداتا فين؟ في شاشة واحد، وتملاها وتحط تظهرها. يعني معنى كده الاري ادابتر ده او الاري ليست ديت، الاتنين دول مع بعض، الاري ليست ديت هيشتغل على كام شاشة؟ شاشتين. في الحالة دي غصب عني وعنك يتعرف فوق. هي دي بقى في الحالة دي، غصب عنك يتعرف فوق في البابليك، ولازم يتعرف بابليك هنا. بابليك اكتبها كده. لازم تتكتب بابليك، لو كتب البابليك، لو كتبت بابليك اي ان تي زد، خليك معايا. الزد ده كده متغير عام في الشاشة اسمها ايه؟ روح للشاشة التانية. اللي اسمها مين ليست اهي. اكتب كده مين اكتيفيتي دوت، ثواني بابليك ستاتيك بس. زد زهره ولا مش زهره؟ مع العلم زد دي في انهي شاشه؟ في المين ليست؟ لا، ده في المين اكتيفيتي. طب لما كانت تعرفها كده زهرة استاتيك ده اهي، هما الاثنين مع بعض. هقول لك سيدي تعمل لو كده، شايف مفيش بابليك استاتيك دي. هقول لك سيدي دي معناها بابليك استاتيك دي عشان تقدر تقرا قيمه من شاشه في شاشه ايه؟ شاشه ثانيه. مش رابط، عشان تقدر اكتر من قيمه من شاشه، تقدر تاكسس على اكتر قيمه في شاشه ثانيه. انت في شاشه واحد او شاشه ثلاثه وعايز تاكسس على قيمه في شاشه واحد، لازم يكون القيمة اللي في الشاشة واحد متعرفها ايه؟ بابليك. خلاص؟ تعالى بقى نتعامل معاها. اهو هاجي هنا واعرف بابليك استاتيك. ايه فكرة استاتيك دي بقى؟ قال لك مش انت هتعرف اري ليست، والاري ليست هتشيل كام قيمة؟ أكتر من قيمة. هتحط القيمة الأولى مادة الداتا بيز مثلا 90. هتيجي تحط جافا هتمسح الداتا بيز. ما بيحافظش على آخر قيمة وصل لها. طب لو عايز المتغير يحافظ على اخر قيمه وصل لها اكتب ستاتيك. ستاتيك اكتب ستاتيك. لو عايز المتغير يحافظ على اخر قيمه وصل لها اكتب ستاتيك فاليو. ستاتيك فاليو دي بيحافظ على اخر قيمه وصل لها البرنامج. 90 30 50 يبقى كل مره عمال ايه؟ يحافظ على القيم اللي قبل كده. خلاص؟ طب ما احنا كده يا اما انت كنت من شويه عمال تقول حطيت الماكس فوق عشان زيرو. يعني لو كنا عملناها ستاتيك وفضلت تحت كده تنفع. فاهمين؟ كده تنفع. ستاتيك بيحافظ على اخر قيمه وصل لها وبيقعد يزود ايه؟ عليها، ما بيصفرهاش. هي إيه دي؟ ميست ستاتيك. خلاص؟ غير فاينل. غير فاينل. فاينل دي معناها ايه؟ ما ينفعش تزود. ال 90 هي ال 90 اللي بدات بيها. فاينل القيمه اللي انت بدات بيها هي اللي ايه؟
هتلهي بيها. والنبي لو قعدت 20 عملية هي دي فاينل. أما ستاتيك وأنت شغال القيمة عمالة تزيد، مش عايزه يفضل عند آخر حاجة زادت، هي دي ستاتيك، هي دي ستاتيك. يعني هو بدأ ب 10، حصل عملية بقت 20، حصل عملية تانية جمع ولا طرح بقت 45، فضل عند 45 هيتعامل مع ال 45. إيه؟ بقت 25، هيفضل عند 25، أي بيفضل هيوصل بيحافظ على آخر قيمة وصل لها البرنامج، آخر قيمة وصل لها المتغير. هو ده مستر ستاتيك. اما الفاينل القيمه اللي بدا بيها هينهي بيها خلاص، ما بتتغيرش. وحتى هتيجي تعمل تزود ولا تنقص مش هيرضى، يقول لك ما انت معرفه فاينل خلاص. ازاي بقى اعرف الاري ليست ديت؟ بص يا سيدي، ستاتيك ليست من هتشيل سترينج اسمها سبجكتس يساوي نيو array list من نوع string كده. عرفت متغير list من نوع array list. list ده المتغير اللي يقدر يشيل اكتر من قيمة، واللي بيتعامل معاه مين؟ list view. list view ما بتشيلش اي بيانات، لازم البيانات تكون جاية في شكل list من نوع string في شكل array list. list على فكرة هي array list من نفس الاسم مثلا. خلاص يبقى كده عرفنا متغير اسمه ايه؟ من نوع، يعني يقدر يشيل اكتر. عايز اشيل القيم بقى، تاكيد بسيط، ده شاشه مين؟ المين ديتيلز، ماشي صح كده. عايز بقى اعمل ايه؟ اخلي السبجكت دي تشيل المواد. هتشيل كم ماده؟ عدد المواد اللي عندي. هتشيل الماده الاولى والثانيه والثالثه وكله، صح غلط؟ يعني عمليه ادخال جوه الاري ليست اللي اسمها سبجكت اكتر من ماده ولا ماده واحده؟ يبقى جوه اللوب ولا بره اللوب؟ يبقى جوه اللوب بعد ادخال الدرجات اهي. انت هتدخل الدرجه ومين والاسم. اعرف متغير تاني للاسم زي ما عرفت يقرا من الدرجه، صح؟ اهو تي اكس تي ان هيتعامل مع تي اكس تي سبجكت عشان هقرا الاسم والدرجه. انا كنت قاري الدرجه بس عشان المجموعه الحسابيه، الاسم المره دي عايزه بالظبط. اروح اقول له بقى انا عايز الدرجه، قال لي الدرجه حطها جوه سبجكت دي الليسته جودوت اد. قال لي اللي هتشيله، قلت له ال تي اكس تي ان دوت جيت تكست دوت تو سترينج بلس مسافه كده الديجري كده. انا ده حطيت جوه السبجكت مين؟ الاسم وجنبها مسافه وبعد كده الدرجه. ممكن هو اكتب اس حتى، بس ما تكتبش اس صح؟ يعني عايزين مسافه ماشي، يعني اقصد داتا بيس 90 جافا كذا، تمام؟ كده سيبنا مسافه. كل ده اتحط فين؟ السبجكت اللي هي الاري ايه؟ الاري ليست اللي هي تشيل الداتا. انت عايز بقى الريست دي تتشال فين؟ في الليست ايه؟ في الليست فيو دي. الليست فيو عشان اقدر اتعامل معاها هي اسمها ايه؟ ليست سبجكت. اروح للمين ليست اعرف متغير من نفس نوعها، اه سميته ال اس تي، واروح قايل ال اس تي يساوي من نوع ليست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت ال اس تي سبجكت. ده كلام عادي، ما احنا ما اتفقنا بنتعامل مع اي متغير لازم نعرف متغير من نفس نوعه، صح ولا غلط؟ لازم كده. طيب الليسته بقى عايزين نحط فيها داتا. طب والداتا موجوده في المين اكتيفيتي فين؟ اللي من نوع، قال لك الليست ما بتاخدش من اري ليست. امال؟ قال لك بتاخد من اري ادابتر. يبقى لازم اعمل اري ادابتر، والاري ادابتر تشيل اللي هي السبجكتس صح، وتديها للاري ليست. ازاي بقى نعمل اري ادابتر؟ بنعرف متغير اري ادابتر بالسطرين دول. انا اجيبها لك من الليست. لا ليست سيمبل اهي. بنعرف متغير كده
array adapter. بكتب array adapter من نوع array adapter يساوي new array adapter نوعها الشكل بقى تقول له this dot android dot r dot layout simple list مين هو ده الشكل العادي اللي اوتوماتيك تحت بعض ان كل عنصر في القايمه بيتعامل كأنه ايه شكل واحد رو واحد. قال لي الداتا اللي هتتحط هتبقى موجوده فين؟ قلت له في المين ايه في المين ايه الداتا فين اكتيفيتي دوت مين سبجكتس اللي هي الاري ليست. كده انا ضمنت الداتا اللي في سبجكت اتحطت جوه اري مين اسمها اي ار ار مثلا. انا ادي بقى للاي ار ار لمين للليسته. رحت قلت الليست فيو ليست دوت سيت ادابتر اي ار ار يبقى رقم واحد في الشاشه الاولانيه عرفت متغير اري ليست. اشمعنى؟ عشان ليست فيو ما بتشيلش غير من الداتا من اري ليست. بعد كده اللي اري ليست اسمها سبجكت قلت حطيت جواها داتا عن طريق فانكشن اسمها وكتبت بين قوسين الحاجه اللي انت عايز تضيفها. انا عندي كام حاجه عايز اضيفها الاسم ومسافه. كده انا بقيت ضمنت ان الري ليست عملت تشال بالدرجات. بعد كده جيت هنا في المين ليست عايز اظهرها قال لي عرف متغير من الليست. بعد كده الليست فيو اعمل لها انشالايز. الليست ما بتشيلش غير الري ادابتر رحت عرفت الري ادابتر سميته اير ار يساوي نيو الري ادابتر. قال لي شكل العرض في الليست قلت له الشكل الطبيعي سمبل ليست ايتم 1. قال لي الداتا اللي هتتشال قلت له ده موجوده في الاكتيفيتي اللي قبلك اللي اسمها مين اكتيفيتي. قال لي انهي حاجه قلت له موجوده في الري ليست اسمها سبجكت. قال لي كده الداتا بتاعت السبجكت اتحطت جوه انت عايز الري ادابتر يظهر جوه. رحت قلت الليست فيو دوت سيت ادابتر زي سيت تكست بس سيت تكست في التكستات. احنا عندنا هنا في الليست فيو سيت ايه ادابتر اي ار ار اللي هي الاري ادابتر. المفروض الاري ليست تظهر امتى؟ اول ما اضغط فين اول ما اضغط دلوقتي ان المين الشاشه الثانيه اروح جاي الزرار ده اهو. فاكرين ده كان اسمه ايه فلوتنج ايه اكشن باتون اهي هي تحت اللي هي اف اي بي اهي اللي هو كان ده. عايز اخليه يروح للشاشه الثانيه ستارت اكتيفيتي نيو انتنت. اي تنقل من شاشه لشاشه بتسمى ايه بديله اسم الشاشه اللي انا هتنقل منها اللي هي مين دوت زيس. لا الشاشه اللي هتنقل منها من اكتيفيتي هروح للشاشه من ليست دوت كلاس. اسم الشاشه هتنقل منها واسم الشاشه نروح لها خلاص. اعمل ران هنشوف بقى الاري ادابتر ده يتعرف هنا هو كمان ولا لا. يعني اقصد ايه مش هنا احنا معرفين الاري ادابتر هنا ممكن كمان نعرفه في الاضاءه في هنا هو بس ما نشوف الاول ايه في الشاشه الاولى. يعني داتابيز 90 جافا 45 اندرويد 98. خلصت ادوس على دي شايف الليست اهو. طب عايز جنبها تقدير كل ايه كل ماده صح ولا غلط تقدير كل ماده. قال لك خلاص طلع التقدير بتاع كل ماده هعرف متغير قبل الاد هنا اعرف متغير string subject grade نفس الكود ده اهو بالظبط. وهنا بدل grade subject ايه وتقدير كل ماده يبقى الشرط على مين درجة المادة على الديجري مش على البرسنتج العام. درجة المادة اهو امسك كل درجة واشوفها وجايبة تقدير ايه. اما البرسنتج كان المجموع ايه مجموع كلي وعام. كده مين يشيل درجة المادة السبجكت ايه السبجكت جريد. قول في الاون كليك بتاع نيكست سبجكت
تمام. كل ما يدوس نيكست سبجكت يجيب ايه حساب الماده، يمسك كل ماده يشوف درجتها عشان يجيب تقديرها، احطها في الليسته بقى بلس مسافه كده واقول سبجكت ايه دي جريد. يبقى انا كده في الليسته هيظهر كام حاجه؟ تلات حاجات. اعمل رن لا موجودة الجريد اللي في الأول جريد عام، أما مش إحنا عندنا بيت بيظهر داتابيز جبت فيها كذا، أكاونتنج جبت فيها كذا، مانجمنت جبت فيها كذا، بعد كده تقدير كل كذا، صح ولا غلط؟ هو ده إحنا عملناه أهو. أربع مواد أندرويد، ده لو في مادة أندرويد يعني نازلة في إعدادي والله في السعودية. أه نازلة في إعدادي أندرويد اعدادي، ولا اعداديه نازله نازله عندهم اندرويد. اه والله هم بيجوا هنا، ما هم بيجوا هنا والله نازلهم اندرويد. ده حاجه كويسه. 80 عندنا بعد كده ايه اي حاجه اكاونت 66 ده كده تقدير عام. تقدير كل ماده بقى ال 90 بالنسبه له، ال 45 ال 80 ال 66 ده تقدير كل ماده. خلاص التقدير العام ده جامد. طب ايه حضرتك طالعه من لخبطه كده يعني؟ هل احنا ممكن نظبط بقى؟ بص بقى عايز تظبط الشكل دوت تعمل ايه؟ عندي حاجه اسمها فورماتنج. ايه بقى الفورماتنج دي؟ بص يا سيدي هوريها لك هنا فين. اونلاين اكزام، اونلاين اكزام فين؟ ده كنا عاملين ابلكيشن هناخده برضو اللي هو انت اول ما تظهر لك شاشه كده. كان هو ده ولا اونلاين اكزام 2؟ كان عاملين اتنين. ما كانش ده جوميا. فين جوميا ابلكيشن؟ جوميا ابلكيشن. الاونلاين اكزام ده كان ايه؟ اول ما تفتح ابلكيشن تمام هيظهر لك اسئله، الاسئله دي ترو او فولس او مالتي تشويس تمام. تختار الايه 10 اسئله قدامك تقعد تجاوب على كل ايه سؤال، اخترت هنا اخترت هنا تدوس اوكي يطلع لك نتيجه. ده هناخدها مع الاري تو دايمنشن، مع الاري تو دايمنشن بنيجي ناخد الاري تو دايمنشن. بص يا سيدي الحته انت بتقول عليها هيت string dot format، string dot format، string dot format دي يا عم محمد هنا اهو. فين الاد اهي؟ عشرة علامة في المية، عشرة اس معناها عشرة سبيس ما بين كل حاجة تمام. انا عندي كام حاجة هتسجل؟ تلاتة، ادي اتنين ادي التالتة كوما. بعد كده اروح واخد اول واحده كوما، تاني حاجه كوما، الثالثه دي معناها عشر عشر سبيسز ما بين كل عنصر والتاني، في قوسين بس. عشرة علامة في المية، عشرة اس معناها عشرة سبيس ما بين كل عنصر والتاني. لو عملنا رن طبعا بلاش عشرة، اعتقد عشرة دي كبيرة، خليها عشرة عشان حتى لو عايز اقول لك حاجة ايه. اهي تحت يا ابو حميد اهي ظهرت، ده ظهرت باص 53%. ما لغيتهاش، خدت نفس الكود بس غيرت فيه. داتابيس 90 نيكست، جافا 85 نيكست، اندرويد 36. تقدير العام اهو. واخد بالك هنا؟ بص عامل ايه بقى هنا في مشكله، ساب مسافه من اول
ساب مسافه من اول. يبقى احنا نشيل اول واحده. ساب مسافه في الاول يعني كان عايز اربعه. يعني هو كان لا كمان لو عملت كده المفروض دي تتشال. مش تتشال دي اتنين. عملتها اتنين وزودت. ايوه انا عارف عشان كده بقول مش هتتشال. خليها اتنين عشان نشوف على طول. ضربت. هي لازم تضرب عشان هنا عندك كم بارامتر؟ وهنا ثلاثة. تاني تاني يعني ايوه خلي العشرة دي. هو عمل اول مره عمل 10 هو اول مره صح فهمني. انا ما كنتش عايز يعمل كده يعني من اول مسافه عمل 10 ولو عملتها 2 تقصد 2 كده. اه يعني شيل اول 10 دي خليها 2 بقى كده. اه خليها 2 اس يعني. ما انا عملت 2 اس تمام تقصد كده مثلا. بس في مشكله قابلتنا تاني. لا بعد الاكسترا انت ما عملتش مسافه اصلا كده. ما هو برضه هيعمل ماشي. ما هو اتنين دي مش مشكله حاجه صغيره. هو يقصد كده اصلا مش هعمل لا شايف. عارف دي عايزه ايه؟ دي عايزه جريد فيو. لا 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 مش شايف. عايزه جريد فيو يا اما مش تعمل كده عشان هو انا مش لسه كنت بقول لك المشكله في دي عامله ايه. ان واخد ده كله تعرف ان هو واخد لما تدوس على كده. اوعى نفكر ان واخدها تلات حتت. لا واخدها حاجه واحده فاهمني. لو انت بقى عايز تعمل لها بقى ان كل واحده لوحدها كاستم ادابتر. دي بقى هي قصه لوحدها كاستم ادابتر. بص ايه ممكن تظبط. بس هي المسافات اللي بتضرب ضربت ليه. كلمه داتا بيز مختلفه عن كلمه جافا فاهمني. في كلمه اسمها تاني مثلا ايه مانجمنت انفورميشن سيستم نظم معلومات اداريه. هتلاقي ايه فاهمني. اسم الطالب مع الليسته ممكن نعمل هنا. لو انا عايز اخد اسم الطالب من الشاشه دي مش انا بدخله هنا وانقله في شاشه ايه شيء ثاني. لازم نعرف متغير من لا بابليك عشان هاخد الاسم وانقله هناك. لازم اخد اعرف متغير من نوع بابليك. اروح جاي هنا اهو اجي هنا بابليك مش عايز اعمل كابس لوك كان بابليك ستاتيك string name equal null. تمام. قال لك عشان تنقل متغير من قيمة لقيمة تانية عندك الطريقة الأولى إنك تعملها زي ما عملناها كده. وأجي هنا ممكن أقول كده أول ما أضغط كليك فين الأون كليك مش هي دي صح. أون كليك إيه أجي نو النيم equal تي اكس تي مين احنا مسمين ده لا ده اس نيم معرفينه بقى جوه هنا. لا نعرفه ايدي التكست اس نيم واعمل له انشاليزيشن تي اكس تي اس نيم ايكوال ايدي التكست فايند فيو باي اي دي r dot id dot txt السنين. اجي هنا بقى اول ما يضغط اوكي خد من التxt s dot get text dot to string اسمها نيم. اجي هنا في المين ليست اكتيفيتي عايز حابب تظهر الليسته فين هنا
مثلا نقول توست، نزرها في توست ماشي. توست دوت ميك تكست، فاكرين كوست طبعا، جيت ابلكيشن كوما مين اكتيفيتي دوت ايه دوت نيم. كده انا بقرا القيمه اللي جايه منين، من الاكتيفيتي الاولى. توست دوت شو، نعمل ران. دي طريقه احنا بنناول، دي طريقه. في طريقه تانية انها تنقلها مع الانترنت. انت دي يعني ايه؟ بتتنقل لصفحه ايه؟ صفحه تانية. اهو عشان هقراه في قيمه تانيه في شاشه تانيه، يبقى لازم بابليك ستاتيك. طالما هقراه في شاشه تانيه، انت في شاشه مين ايه؟ عايز تقراه فين؟ في مين ليست. ده دي شاشه ودي شاشه، زي دي قاعه ودي قاعه تانيه. طبعا ايكوال نال قيمه افتراضيه، واللي فوق ليست دي عشان احنا لا عشان كنت عايز، عشان كانت تتعامل مع ليست فيو. هل النيم هيشيل كام اسم طالب؟ عشان ما عشان كده ما عرفتش ليست. فين؟ ما هو ليه؟ عشان الصفحة الأولى هي اللي فيها عمليات إدخال الدرجات الطلاب. الصفحة الثانية هي اللي فيها عرض الدرجات فقط. فلما اجي عند الصفحه الثانيه اللي فيها العرض اقول له اعرض الدرجات، هو دخلها عشان يعرضها، عشان كده هو بيدخلها فين؟ الشاشه الاولى. يبقى انا خليت الليسته تتملي من الشاشه الاولى بس تتعرض، عشان اليوزر بيدخل في الاولى ولا في الثانيه؟ في الاولى. فانا خليت المكان اللي بيدخل فيه اليوزر هو المكان اللي بتتملي فيه الاري ليست. اتملت وخلاص، رحت انا خدتها وحطها فين؟ في الثانيه. زي بالظبط مكان بيملى ومكان بيظهر، المكان اللي بيملى هو ده اللي حطيت فيه الاكواد. فاهمه؟ اما لو كانت الليسته يا نورهان، لو كانت الليسته موجوده هنا، هنا اهو تحتها هنا مثلا، تحت في اي حته، لو في مكان كنت ايه؟ ولا هتعرف شاشه ثانيه ولا ثالثه ولا بابليك ولا غير بابليك، ما كله في كام شاشه؟ شاشه واحده. اما احنا عشان اتفقنا بس ان احنا قلنا لو كتبنا مثلا نورهان ثلاثة، احنا اتفقنا عشان نقدر نتعامل مع كذا شاشه مش اكتر. داتابيز تمام. ازاي 61%؟ ده 283 اصلا كله اكس. 283 على ال 300 فيها 94%. حضرتك لما جيت 283 على ال 3 شلت البرسنت وحطيت جريد. هنشوفها دي. حطيت جريد. بص نورهان اهي معايا؟ طبعا المفروض تظهر في ايه؟ في اسم فوق كده في تكست يعني. تمام؟ طيب عايزين نشوف حته الديجري دي فين البرسنتج؟ انت بقى شلت وحطيت جريد وحطيت اللي هي بتاعت لا يا عم التوتال اهي. توتال على نمبر ايه؟ ايوه حضرتك في الاف، الاف تحت هو دلوقتي النسبه اللي غلط. النسبه اللي غلط ليه؟ التوتال على الان. الان هو الان هو اللي هي دي عدد المواد. وفين التوتال؟ بص التوتال فين؟ التوتال جاي بعدها اصلا، لازم قبلها لما عاد ننقل. اخر واول واحده بس. 61% دي اللي هي 95. اخر قيمه انا سجلتها كانت 98. 98 على ال 300 32 برضو. لا هي كان المفروض بص التوتال دي قبل البرسنتج صح، عشان البرسنتج انا بحتاج فيها ايه؟ بحتاج التوتال، عشان كده تبقى قبلها اهي.
ادي نور هي. ايوه كده كده صح. في عندي حاجه تانية بسرعه، الليست فيو ده. في اداه تانية اسمها جريد فيو. الليست فيو كده، الجريد فيو كده شكل تيبل، هو نفس التعامل. بص لو عملت كده، بص لو خليت دي جريد ولا غيرت حاجه، غيرت العنوان اهو كله خلاص، بس هاجي في الكود هنا واقول له انت بتتعامل مع مين؟ مع جريد فيو. وهنا جريد فيو، اعمل ران. غيرت التايم، الايتم تايب، نوع العنصر بس. لا بس للاسف هيعملها لك كل واحده في، ما هو بياخد، ما احنا اتفقنا بياخد ان الصف كله عنصر واحد مش ثلاثه. استنى كده، بص عامل ايه، بس ظبطها شويه يعني. بس بص في عندي بقى حاجه تانية اسمها ايه، الكولوم. هي نفس الشكل خالص بالظبط. دي عندي هنا حاجه اسمها كولومز، نام كولوم تلاتة، نام كولوم تلاتة. بص لما اقول نام كولوم دي تلاتة بيعمل ايه؟ نام كولومز عدد عدد الأعمدة. ايه؟ لا ده هو بيدي في الديزاين بس عشان ما عملتش كريك يمين كونسترينت. بالك شايف نام ثلاثة عمل ايه؟ واخدين بالك عمل ايه؟ اكنها تيبول. دي بالنسبة لها يا محمد عنصر. دي شايف الضغطة؟ مش صف كله يا مستر ادهم. الجريد ده عاملة كده، والليست عاملة كده. مش في كل الحالات احسن يعني، لو بتعرض كونتاكت مين الافضل؟ الليست صغرت هنا في الشكل ده، ظاهرة حلوة صح؟ الشكل ده هنا ظهر كويس. فهي هو ده فكره الايه؟ بعد كده ممكن تعمل يعني، فينا يعني موقع جوميا، لو الابلكيشن جوميا تلاقيه مره يعرض ليست ومره يعرض جريد. في ناس يخليك انت اللي تتحكم في الشكل، يعرض كده ولا كده؟ لو اخترت على دي يعرض كده، واخترت على دي يعرض. هو كل الفكره بس ايه؟ هي برضه الجريد فيو بتتعامل مع ايه؟ الري ليست ومع ليست فيو، هي مع ليست عاديه. واري ادابتر، انا كل الفكره غيرت ايه؟ من ليست فيو حطيتها جريد فيو، وزودت حقل جديد اسمه ايه؟ نمبر اوف كولوم. بس شكل يعني، هي شكل. بص هو بصها عامله ازاي؟ واخد بالك؟ الحته بس كانت عامله ايرور يا مستر حسن، كانت اهي الانفر دي بس. تمام؟ سيف. ده كده ازاي نتعامل مع ليست فيو او الجريد فيو والتنقل ما بين الاكتيفيتي، وتقرا من شاشه لشاشه. الف مبروك يا مدان، عقبالك ان شاء الله.